أهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. فوزي القجاعي ساند محمد الشيبي وبيراميدز يهدد باللجوء إلى المحكمة الدولية طاسة. هذه آخر مستجدات حادث انفجار باخرة بميناء الجرفة الأصفر. بغباء كبير ويسترن يونيون تفضح عداء النظام العسكري الدكتاتوري تجاه المملكة المغربية والضحية الشعب الجزائري. جلالة الملك محمد السادس غاضب من حكومة عزيز أخنوش وتغييرات ستحدث غدا. الاستثمارات الصينية الضخمة بالمملكة المغربية تثير رعب تبون وتدفعه لبعث عطاف ليستعطف بكين. بايدن يضغط بقوة لاستئناف المفاوضات بخصوص قضية الصحراء المغربي. تفاصيل رائعة جدا. عاجل، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية يعتذر للمغارب، خطأ تقنية غير مقصود ولن نتراجع عن اعترافنا التاريخي بمغربية الصحراء. فوزي القجاعي ساند محمد الشيبي وبيراميدز يهدد باللجوء إلى المحكمة الدولية طاسة. كشفت مصادر إعلامية عن موقف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجعة من إيقاف مواطنه محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز المصري 6 مباريات وتغريمه 100,000 جنيه مصري بما يوازي 2,130,000 دولار أمريكي تقريبا بسبب مخالفته للوائح بين قوسين. جاء ذلك بعدما تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية ضد محمد الشيبي في لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مخالفة بين قوسين اللاعب المغربي للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا باللجوء إلى القضاء المدني بواقعة التعدي التي حدثت بملعب رياضي. وكشف موقع وين وين أن فوزي القجع تواصل مع محمد الشيبي بهاتفها لدعمها، وبيراميد سيتقدم بطلب لمعرفة قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن إيقاف اللعب، فقرار الاتحاد المصري لكرة القدم مخالف للوائح. وأضاف المصدر أين هي اللوائح التي تسمح لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بمعاقبة اللاعب بهذه العقوبة. لجنة الانضباط هي الجهة الوحيدة المخول لها لإصدار العقوبات وليس مجلس الإدارة. وتبع ما اللوائح التي تنص على معاقبة محمد الشيبي بالإيقاف 6 مباريات. اتحاد الكرة أرسل خطابا رسميا من قبل بأن اللاعب قد خالف اللوائح، أن لجنة الانضباط هي المسؤولة عن إصدار العقوبات ضد اللاعبين. وأشار بيراميدز سيطالب خلال 48 ساعة المقبلة قرار لجنة الانضباط بشأن إيقاف محمد الشيبي أو تقديم شكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية الطاسة والفيفا ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بالامتناع عن تحقيق العدالة وفقا للوائح واتحاد قرار سيادي. واختتم المصدر حديثه قائلا المحكمة المدنية تختلف عن المحكمة الجنائية، الشيبي تقدم ببلاغة وتم تحويله إلى المحاكم الجنائية. هذه آخر مستجدات حادث انفجار باخرة بميناء الجرفة الأصفر. عاش ميناء الجرفة الأصفر ضواحي مدينة الجديدة حالة من الاستنفار أمس الخميس بعدما انفجرت إحدى البواخر الأجنبية واندلعت النيران بها بينما كانت تنتظر شحنها بالأسمدة. وقالت مصادر مشتبقة إن انفجارا قويا سمع بحوض ميناء الجرفة الأصفر تبين بعد ذلك أنه حدث داخل باخرة تحمل اسم بانام قبل أن تندلع النيران بمحركتها، ما تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بحروق وصفت بالخطيرة في حصيلة أولية. وتأكد بعد ساعات ارتفاع حصيلة وفيات الحادثة التي هزت الميناء المذكورة، حيث أعلن عن وفاة 5 أشخاص آخرين ليرتفع العدد إلى 7 ضحايا فيما تعمل فرق الإنقاذ على البحث عن مفقودين آخرين صرح باختفائهم.
ونقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية قولهم إن الأمر يتعلق بانتشار جثة أشخاص آخرين، بالإضافة إلى وفاة شخصين نقلا ظهر أمس الخميس إلى الدار البيضاء إلى جانب شخص ثالث، حيث تدهورت حالتهم الصحية نتيجة الإصابات الخطيرة. يذكر أنه تم نقل 3 مصابين إلى مدينة الدار البيضاء لتلقي العلاج، بينما تم نقل حالتين للعلاج بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الجديدة، وذلك بعد انتشال جثث الضحايا. بغباء كبير، ويسترن يونيون تفضح عداء النظام العسكري الدكتاتوري تجاه المملكة المغربية والضحية الشعب الجزائري. توقفت عملية تحويل الأموال من وإلى الجزائر عبر البريد منذ عدة أسابيع، وذلك بسبب عدم تجديد العقود التي تربط حكومة الجزائر بشركة ويسترن يونيون الأمريكية، الأمر الذي يتسبب في تعثر عملية التحويل بسبب وجود المقر الإقليمي للشركة العالمية الأمريكية في المملكة المغربية. وفقا لمصادر صحفية، فقد قررت الجزائر تجميد عملية تحويل الأموال عبر البريد بشكل نهائي بجميع أنحاء الجزائر حتى يتم العثور على شركاء جدد، وذلك بسبب وجود مقر ويسترن يونيون في المملكة المغربية، والذي يعتبر الفاعل الأكبر في المجال عالميا. وأفادت المصادر المقربة من دوائر صنع القرار في الجزائر بأن مؤسسة بريد الجزائر رفضت تجديد العقد مع الشركة الأمريكية التي يوجد مقرها الإقليمي في بلد آخر أي المملكة المغربية غصة الكبرانيتا. أوضحت المصادر أن العقد الذي انتهى بين الطرفين منذ عدة أسابيع لم يتم تجديده من قبل مؤسسة بريد الجزائر التي رفضت أن تظل تابعة لقطب إقليمي يدير شؤون الجزائر انطلاقا من بلد آخر. وتابع المصدر أن الطرف الجزائري رفض التجديد مع ويسترن يونيون لوحده، وبالتالي فإنه يجري حاليا التفاوض مع عدة متعاملين آخرين بمن فيهم ويسترن يونيون وأوروجير ومونيغرام. هذا الأمر أدى إلى تجميد عملية تحويل الأموال إلى الجزائر في وقت تزامن مع عيد الأضحى، حيث يعتمد الجزائريون بشكل كبير على التحويلات أفراد الجالية لمساعدتهم في تغطية مصاريف العيد، وهي من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد. الجزائريون ضحايا نظام عدائي للمغرب. أدوا يواجه المهاجرون الجزائريون في الخارج صعوبة كبيرة جدا في تحويل الأموال لذويهم في الجزائر لشراء أضحية العيد هذه الأيام. يأتي سبب هذه الصعوبات بعد قرار النظام العسكري الدكتاتوري العجوز الجزائري الكاره للمغرب إغلاق فرع شركة ويسترن يونيون الأمريكية بعد اختيارها المملكة المغربية لاحتضان فرعها الإقليمي. قرار السلطات الجزائرية الغبية الغير مدروس، والذي سببه معاداة كل ما هو مغربية، من شأنه أن يصعب على شريحة كبيرة من المواطنين الجزائريين أمر اقتناء أضحية العيد، بالنظر إلى كونهم لن يتوصلوا بالتحويلات المالية اللازمة بعد إغلاق فرع ويسترن يونيون. جلالة الملك محمد السادس غاضب من حكومة عزيز أخنوش وتغييرات ستحدث غدا. علم من مصادر متطابقة أنه تقرر تأجيل المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، والذي كان مرتقبا أمس الخميس 30 مايو الجاري إلى غاية يوم غد السبت. وكان مقررا أن يتداول في المجلس عددا من الاتفاقيات الدولية، فضلا عن إطلاع جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على سير تنزيل ورش الحماية الاجتماعي ومؤسسات الحكم. مصادر متطابقة قالت أن المجلس الوزاري كان سيسبقه إعلان عن تعديل حكومي، بالإضافة إلى تعيين عدد من كتاب الدولة وعدد من الولاة والعمال. ويبدو أن التأجيل له علاقة بتسارع الأحداث السياسية مؤخرا في الوقت الذي اعتبره البعض مباغتا للحكومة، في الوقت الذي كانت فيه الأخيرة تمني النفس بالبقاء كما هي، لأنها وفق منظورها حكومة متجانسة وذات إنجازات بين قوسين. لكن وكما سبقت الإشارة إليها، وفي ظل عجز الحكومة على مواكبة الأورش الكبرى اقتصاديا واجتماعيا بين قوسين، فإن جهات عليا فرضت التعديل على
المخنوشة لما تقتضيه الظروف الحالية. ولا يخفى على كافة المغاربة مدى ضعف مجموعة من القطاعات الحكومية في عهد أخنوشة، وهو ما لم يستسغه رغم التهلكة التي أوصل إليها المغاربة. هذا بالإضافة إلى ذلك مجموعة من التصاريح المنسوبة لبعض الوزراء والتي عجلت باتخاذ قرار الإعفاء في حقهما، ناهيك عن المفاجأة التي أحدثت علاقة وزير بأجنبية والتي طغت على وسائل الإعلام المغربية والدولية مؤخرا. هذا كله كان وراء تأجيل المجلس الوزاري قصد التوافق على أسماء لتعويض البعض ودمج بعض القطاعات في بعض والبحث عن توافقات أو لربما تعزيز الحكومة بحزب رابع. الاستثمارات الصينية الضخمة بالمملكة المغربية تثير رعب تبونا وتدفعه لبعث عطاف ليستعطف بكينا. أثارت الاستثمارات الضخمة للصين الشعبية بالمملكة المغربية دور الرئيس الجزائري العجوز تبون الذي سارع إلى بعث وزير خارجية أحمد عطاف لاستعطاف بكين. وقال موقع ماغريب انتليجنس إنه قد تم تكليف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بمهمة حساسة من قبل رئيسه عبد المجيد تبون تتمثل في السفر بشكل عاجل إلى بكين في الصين للقاء وزير الخارجية الصينية السيدة وانغ يي من أجل إعادة إطلاق المحادثات أي الشراكة الثنائية بين البلدين. وأوضح الموقع المذكور أنه على الظاهرة الرسمية فقد تركزت مباحثات أحمد عطاف مع نظيره الصيني على العلاقات التعاون والشراكة التي تربط البلدين الصديقين بين قوسين، لا سيما تقديم الدعم المحرص في تنفيذ نتائج زيارة الدولة التي قام بها الرئيس، حيث جاء في البيان الصحفي لوزارة الخارجية الجزائرية أن عبد المجيد تبون زار الصين منتصف العام الماضي. ولم يغفل المصدر نفسه أن يعلن أن الوزير أحمد عطاف استعرض مع نظيره الصيني مختلف القضايا التي تهم البلدين في الوقت الراهن، لا سيما العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مؤكدا مجددا ضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين بين قوسين. ونبه المصدر ذاته إلى أنه لا علاقة للهدف الحقيقي وغير المعلن لزيارة أحمد عطاف إلى بكين على الإطلاق بفلسطين أو حتى بأي تقييم للاتفاقية التي أبرمت بين البلدين خلال زيارة عبد المجيد تبون للصين في يوليوز 2023. وشدد على أن الرئيس الجزائري قد أرسل رئيس دبلوماسيته كرئيس لمكتبها ممثلا شخصي للقاء السلطة الصينية بهدف إيجاد حلول لعدم تحقيق العديد من الاستثمارات الصينية التي كانت من المقرر أن تتم خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. وأكد الموقع نقلا عن مصادر لم يسميها أن الرئيس الجزائري أصيب بالذعر بعد الإعلان عن العديد من الاستثمارات الصينية الضخمة بالمملكة المغربية الجارة الغربية الذي يتعرض للشيطنة من قبل النظام العسكري الجزائري والذي يعتبره العدو الأول، حيث ترجم تأسيس العديد من المستثمرين الصينيين المهمين في المغرب على أنه اهتمام متجدد غير مسبوق بالمغرب المجاورة، بينما تعاني الجزائر منذ بداية ولاية عبد المجيد تبون من عدم الاهتمام المتزايد والسخط من حصة الشركات الصينية. وأضاف المصدر أن الصين الصديق التاريخي والتقليدي للجزائر تتجه أكثر فأكثر نحو المملكة المغربية، ويكشف الوصول الهائل للاستثمارات الصينية عن نقطة تحول جديدة في الدبلوماسية الاقتصادية الصينية في المغرب العربية. وأشار إلى أن هذا التشكيل يثير استياء النظام العسكري الدكتاتوري العجوز الجزائري الكاره للمغرب إلى حد كبير، ويهدد بتفاقم عزلته في المنطقة لصالح المغرب الذي يبدو منتصرا أكثر فأكثر منذ نجاحه في إغواء القوى الكبرى في العالم، مشيرا إلى أنه لمنع هذا السيناريو الحاسم بالنسبة للنظام الجزائري أرسل عبد المجيد تبون أحمد عطاف لاستعطاف بكين، وكلفه بتقديم العديد من المقترحات الجذابة للشركاء الصينيين بين قوسين الانبطاح، حيث تم الوعد بالعديد من العقود العامة للشركات الصينية في الجزائر، وسيتم إزالة جميع العقبات البيروقراطية أو السياسية. كما وعد الرئيس الجزائري السلطة الصينية حسب الموقع المذكور بجعل الشركات الصينية الشريك المفضل في العديد من المشاريع الكبرى التي يعتزم إطلاقها منذ بداية ولايته الرئاسية، معتبرا أن هذه استراتيجية إغراء جديدة لمحاولة صرف انتباه الصينيين عن هذا
المغرب المكروهة ومنعه من أن يصبح مفترق طرق أساسي حقيقية للاستثمارات الصينية في المغرب العربي. وذكر المنبر ذاتها مغرب انتليجنس أنه منذ سنة 2022 قفزت التجارة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية بأكثر من 50% ليبلغ حجمها 7.6 مليارات دولار. وعلى صعيد الاستثمارات أطلق العملاق الأسيوي عدة مبادرات في مجالات استراتيجية على الأراضي المغربية، من بينها ظهور المدينة الصناعية محمد السادس طنجة التقنية التي تطمح إلى جعل طنجة مركزا اقتصاديا مهما. كما ذكر بوجود مجموعة كبيرة من أكثر من 80 مشروعا تستفيد من التمويل الصيني في مرحلة التنفيذ بالمغرب، علاوة على ذلك يبلغ إجمالي الاستثمارات الصينية المعلن عنها سنة 2023 في صناعة السيارات بالمغرب حوالي 9.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي. بايدن يضغط بقوة لاستئناف المفاوضات بخصوص قضية الصحراء المغربية، تفاصيل رائعة جدا. دعت إدارة جو بايدن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لتنظيم مؤتمر مع الأطراف الرئيسية في ملف الصحراء، إلى جانب كل من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وفق ما ذكرته مجلة جون أفريكا الفرنسية. وتقول نفس المجلة إنه من غير المرجح أن تظهر حلا سياسيا لقضية الصحراء أو تقدما لهذا الملف خلال هذا العام، لكن استئناف المفاوضات سيتم احتسابا لصالح الساكن الحالي للبيت الأبيض جو بايدن. وتضيف المجلة الفرنسية دائعة الصيت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تهدف إلى إعادة إطلاق المفاوضات بشأن الصحراء المغربية والخروج من حالة الجمود التي يعرفها الملف منذ توقف المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع. عاجل، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية يعتذر للمغارب، خطأ تقني غير مقصود، ولن نتراجع عن اعترافنا التاريخي بمغربية الصحراء. أرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربية بالاعتذار للمغاربة بعد الضجة التي أثارها نتنياهو بحمله خريطة المغرب مبتورة من صحراء خلال حوار متلفز. وأوضح أن ما حدث كان مجرد خطأ تقني غير مقصود، ولا يعكس الموقف الرسمي لإسرائيل تجاه سيادة المغرب على الصحراء المغربية. وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية تدوين على حسابها بمنصة إكس تويتر سابقا، بسبب خطأ غير مقصود تم إثارة ضجة إعلامية كبيرة بخصوص خريطة استعملها السيد بنيامين نتنياهو تظهر فيها خريطة المغرب مبتورة عن صحرائها. لهذا أقدم التوضيح لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وشعبه العزيز وحكومته الموقرة قائلا: المغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وأضاف أننا نعتذر عن هذا الخطأ التقني، إسرائيل والمغرب خاوة خاوة بين قوسين، ولن نتراجع عن اعترافنا التاريخي بمغربية الصحراء. قال لك خاوة خاوة. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأن أتنا الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.